الخبر الاول اللي عدنا عن قمر الطايب والبث المباشر اللي فتحته على اليونا وكشفت به هواي حقائق. بالنسبه لاول شيء يا حبايب فصاروا يسالوها انه شلون صالحتي انتو ايمو مان، فهي ردت يا حبايب انه هذا الشيء هي راح ترد عليه في فيديو يوتيوب بالفتره الجايه. يا حبايب راح اعطيكم الرد مالتها. شلون صالحتي انتو ايمو؟ هذا الموضوع يرد لبس بس شنو يرد لفيديو طويل على اليوتيوب، فان شاء الله حينزل لكم فيديو هالاسبوع قصه ايمو وشلون صار وشلون وصلنا لهسه يعني هاي المرحله. بس ثاني شي يا حبايب فصار يسألوها انه شو رأيك بباريش داد وهل عندك مشكلة وياه. خاصة بعد ما سرب لها محادثة يا حبايب هي تقول انه تحب باريش كشكل ولكن تكرهها كشخصية، يعني هي ما تحب شخصية باريش دادا. فقالت انه لا ما عندهم مشكلة وياه لكن انت ممكن تحب تصور وياه، راح احطكم يا شوفوه. قمر شنو مشكلتش ويا باريش؟ ما عندي مشكلة وياه بس نفس الوقت انه يعني عادي مو اصدقاء بس ما عندي مشكلة وياه. بس مثال شي يا حبايب فصار يسألوها هل مفكر انه تسوين عملية تجميل، فهي ردت يا حبايب انه تريد تسوي عملية تجميل لأنفها. فكر تسوي تجميل بالمستقبل؟ لا بغير يعني هنا ممكن اسوي غير شي لا. والسؤال اللي بعده يا حبايب فسألوها انه هل انت مخطوبة او متزوجة، فكانت ياب متزوجة وعندها اطفال. طبعا يبي المزح يا حبايب مو اكثر، حطكم اياه. قمر ليش لابسة حلقة؟ وقلت لك مخطوبة؟ قمر صدق انت مخطوبة؟ اي صح مخطوبة وعندي جهالها. مو مخطوبة متزوجة يعني ما يساعدي جهال مخطوبة. وبالنسبة لاخر سؤال يا حبايب فسألوها هل انت مفكرة انه تسوين قناة جيمينج يا حبايب، فقالت ياب هذا الشيء مفكرته ولكن بالفترة الجاية. جيمينج تعرفون شو كنا راح اسويها؟ صار لي شهرين ونص تقريبا من قررت هذا القرار، قررته تمام؟ بس رحت شغل شوية تمام، قناة الجيمينج عليها شغل سيت اب بي سي سوالف فيعطيها شوية تعب، بس افرغ اصفي مخي لهالسالفة انه اكون متفرغة، ما عندي غير هذا الفتشي اللي هو قناة الجيمينج راح اسويه. بس كان تفكيري من زمان فكرة بهذا الشيء، يعني من زمان كلش هواية، لان تعرفون يعني عندي اصدقاء هواية جيمرز من ضمنهم مهارون شمري وهيك تعرفون، فيعني حاط بهذا الشيء بس يراد لي شغل ودا انقل بيت جديد هم على مود اسوي غرفة. وبالختام على القمر يا حبايب وصل سبب التيك توك ل 2 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتبارك كلها بالكومنتات على هذا الانجاز، وروح حاليا بيسان تيك تنزل هذا التيك توك مين نفس الولد اللي قاعد تصور وياه اخر فتره. فكالعادة يا حبايب كل الكومنتات قاعد يصار يقولوا لها انه هل هذا هو حبيبك الجديد، وهي كالعادة ما ترد على هذا السؤال. ما ادري كنتم يا حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر هل تقولون هذا حبيبها الجديد او لا. ونختم اخر شيء بان اسوصل لي يا حبايب ووصلهم الحمد لله بخير والسلامة لمصر، وتنزلهم شوية مقاطع وستوريات من داخل الاهرامات مثل ما شايفين نروح بالاهرامات، فالف الحمد لله على وصولهم بسلامة وخير. واكتبوا لنا بالكومنتات يا متحمسين لفلوقات اللي حتصير بمصر. وبصل يا حبايب نوصلت المقطع فجروا هذا المقطع باللايكات وبس. كان معكم فهد زين من قناة ملك القصص، احبكم ومع السلامة.